مشاري، الله عليك يا مشاري ملعوبة يا الله يا الله يا مشاري، كيف مرت كيف ضاعت على فرسان الساحل هذه الكرة. الله الله الله، شوف الإعادة وشوف الكنترول الجميل يا رايق يا مشاري، وهي يبقى لها همس كرة بتعود الآن صار الساحل داخل منطقة العمليات. مشاري ممكن يسجل مشاري، لكن وليد العنزي يقول ليس بهذه اللقطة، ليس الآن يا مشاري. شوف اللقطة، مشاري مر من أمام لاعبين ما عنده مشاكل، لكن شوف وضعية وليد العنزي والخروج المتأخر. الدوسري مر، الدوسري فكر، الدوسري لعبها أرضية فيها مرور ممتاز. الله حلوة، مرور جميل كان في اللقطة الماضية من مشاري. من داود السعيد، هذه الكرات التي لربما تؤثر بشكل كبير عادت من جديد هنا الإسناد. لا 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 داود، لا تقل إلى جود تعود بعد ذلك إلى مشاري. مشاري يصير كرة ممتازة على الجهة اليمنى، يفتكك بشكل رائع، هذه خطرة هذه خطرة، هذه فيها جول. يسجل أول أهداف هذه المباراة، لكن عينك على التمريرة الرائعة جدا الرائعة جدا اللي وضعت فايز بشكل ممتاز، خطفها فايز بعد ذلك راح فيها فايز وضعها بامتياز. الجهة اليمنى محاولة مع خالد الشمراني، انطلاقة الآن مشاري على الجهة اليسرى واصل إلى متعب، تسديدة متعب للمرة الثالثة. عناصر فريق نادي الساحل، المحاولة تمريرة شاري جريبي يحاول لعناصر الساحل، عرضية راسية لكن تمر إلى وين؟ منج يتقدم، منج لعب كرة ممتازة خطيرة للساحل على اليمين، عرضية حلوة تعدي المنقاش، ممكن جول. أوهو وين يا المنقاش، وين بالإمكان أفضل من مكان الجريبي، لعبها ممتاز تركها هيثم، حلوة المنقاش. لو هيئ نفسه من البداية، من البداية هيئ نفسك، المرتدة المرتدات ممكن تكون خطرة يا بنج. بنج يقود هجمة لمشاري الجريبي، مشاري الكرة معاه يحاول ينتظر زملائه، المنقاش يدركها على نفس السيناريو، لكن مرت هذه على المنقاش. برازيلي باتريك مررها لعبها، الله ممكن يمر، ممكن مر بالكرة، مر الداخل لعبها وين راحت، تطبيق رائع جدا للهجوم المرتد، تأخر في الكرة تأخر فيها المهاجم، لعبها لباتريك سددها وين إلى خارج أرضية الملعب بعد ما نصطدت. شوف مشاري في اللقطة الماضية، مشاري ما اتخذ القرار التسديد لكن مرر الكرة حلوة لباتريك سددها، الكرة صدمت في عبد الله السي. أداة من خط المنتصف لم تكن كافية ليظهر مختار، الكرة لصالح الساحل خطيرة فيها مرور، مرت لباتريك راية وتسلل، فيها راية وتسلل اللقطة الماضية، ولكن حكم المباراة تقدم، يمر يحاول يراوغ، ممكن فيها مرور وتقدم، الله حلوة عرضية تمر خارج أرضية الملعب. باتريك يبحث عن الهاتريك ومعه في خط المقدمة مشاري الميش. الكرة العرضية شوف مشاري مر، يا سلام العرضية مرت في خط الدفاع، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. من جانب عبد العزيز الحرابي يكتسب لصالح فريق هي الثلاثة أهداف كانت عابرة في هذا اللقاء، محاولة الآن وين هذه الكرة؟ بين القاضي وعبد الكريم، الكرة تعود من لاعبي فريق نادي الساحل، المرور جميلة جدا، مشاري يلعب كرة لي يلعبها عادت يا خطير، عادت وراك شهدها حاول فيها في ذكاء أن يتلاعب فيها بالدفاع، كرة ترسل تعود مرتدة سريعة، كرة تمر لباتريك